ارتفاع جماعي قوي لمؤشرات البورصة المصرية والسوق تربح 7 مليارات جنيه والمؤشر الرئيسي يقفز بأكثر من 2%. نمو الناتج الصناعي لألمانيا لشهر الرابع على التوالي وانخفاض حاد في العجز التجاري لفرنسا. اليابان تسجل أول فائض في ميزان الحساب الجاري منذ 5 أشهر والمركزي يبقي على السياسة النقدية فائقة المرونة. أهلا بكم مشاهدينا في مستهل هذه الجولة الاقتصادية المفصلة. كسى اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية قبل ختام التعاملات بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب والمؤسسات، وقفز المؤشر الرئيسي لنحو 2.33%، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة لنحو 3%، كما صعد مؤشر إي جي إكس 100 لنحو 2.6%. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محسن عادل خبير أسواق المال. أستاذ محسن، بعد التحية، كيف ترى أداء سوق المال اليوم وما هي توقعاتك للبورصة أيضا خلال نهاية هذا الأسبوع؟ أتصور أن أداء البورصة المصرية اليوم جاء منطقيا تماما، وهو امتدادا للتراجعات الحادة اللي كنا قد شاهدناها خلال الجلسات الماضية، وأتصور أن الأمر كان طبيعيا تماما من خلال هذا الارتفاع القوي خلال تداولات جلسة اليوم. نتحدث عن نحو 2.3% ارتفاع على مؤشر البورصه المصريه الرئيسي جي اكس 30. المكسب الاساسي في هذا الموضوع هو ان المؤشر تجاوز حاجه 7700 نقطه مع انتهاء جلسه الجولات، ولكن هناك اكثر من نقطه يجب انها تؤخذ في الاعتبار رغم هذا الارتفاع القوي. العنصر الاساسي هو مساله ان هناك اتجاه بيع ملحوظ من جانب متعاملين افراد المصريين، اللي بلغت مبيعاتهم اليوم اعلى مستوياتها تقريبا بنحو 48 مليون جنيه في مقابل مستويات واضحه من جانب مؤسسات الماليه الاجنبيه والمؤسسات الماليه المصريه خلال تداولات جلسه اليوم. العنصر الاخر هو انخفاض حجم التداولات بصوره واضحه المعالم جدا، وهو ما يؤكد ان هناك نقص في القوى الشرائيه رغم انكماش القوى الداعيه بشكل كبير. اليوم نتحدث عن نحو 630 مليون جنيه تقريبا اجمالي حجم الدولات، وهو اقل من المتوسطات اللي قد درجنا عليها خلال الفتره الماضيه، تحديدا يمثل حوالي ثلثي المتوسطات التي كان عليها احجام الدولات في كل جلسات الفتره الماضيه. نعم. اليوم الارتفاع جاء تقريبا شبه جماعيا 147 سهما، تمت اسعار اقفال قياسا ب 14 سهما تراجعت ومثلها تقريبا تقاعد اسعار الاقفال وسط نشاط ملحوظ في المستويات من جانب المؤسسات الماليه خلال هذه. شكرا لك الاستاذ محسن عادل خبير اسواق المال. عقدت لجنة مياه النيل برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمناقشة التعديات على مجاري النيل، وينضم إلينا من مقر مجلس الوزراء مباشرة منذر أبو دوح. منذر، ما هي التوصيات التي خرج بها الاجتماع؟ بالفعل هناك توصيات عدة، وخاصة التعديات على المجاري المائية، وخاصة الحدثين الأكبر، وهو حادث الاعتداء على مجرى النيل في منطقة الحوامدية بما يقارب من 5 أفدنة من عملية ردم لمجرى النيل. وكما صرح المهندس محمد عبد المطلب رئيس وزير الري بأنه تجرى الآن عملية إزالة لهذه التعديات، ويشارك فيها ما يقارب من 70 سيارة نقل لنقل هذه المخلفات. وكذلك صرح بأنه تجرى عملية تطهير مجرى النيل أمام جزيرة الوراق، وإنشاء ممشى في هذه المنطقة يكون الهدف منه المحافظة على مجرى النيل، وكذلك من عملية النحر، وكذلك إيجاد متنفس للمواطنين من خلال إيجاد كورنيش متميز وخدمات حدائق للمواطنين عامة. وكذلك صرح بأنه سيتم إزالة كافة التعديات في المصبات المائية، خاصة في دمياط ورشيد، من والتي لها تأثير من المزارع السمكية وما يكون لها من تأثير خاصة في فصل الصيف من عملية تلوث لمياه النيل. يجرى تنسيق مع المحافظين في محافظة دمياط ورشيد للقضاء على هذه المزارع السمكية. وقال أنه المستهدف في المدن الساحلية بأن يتم الاعتماد على مياه التحلية لمياه البحر في مياه الشرب في المدن الساحلية عام 2017. نعم. حتى يعتمدوا على مياه البحر. شكرا لك الأستاذ منذر، أو شكرا لك منذر أبو دوح، زميل منذر أبو دوح مراسل النيل من مقر مجلس الوزراء.
قال مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة نجحت في تحصيل 149 مليار جنيه خلال الفترة من مارس أو من يوليو إلى مارس 2013-2014. وتوقع عبد القادر أن تصل الحصيلة الضريبية بنهاية العام المالي الحالي إلى نحو 300 مليار جنيه، مضيفا أن المتأخرات الضريبية خلال العام المالي الحالي 2013-2014 تبلغ 74 مليار جنيه. من جهة أخرى قال رئيس مصلحة الضرائب إن الضريبة المقترحة على من يزيد دخله عن مليون جنيه والبالغ 5% سيتم تطبيقها خلال العام المالي المقبل 2014-2015 في حال إقرار مشروع القانون هذا العام. أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي أن الوزارة تستهدف فتح كافة الملفات الشائكة مع المستثمرين وإنهاء ملف التسويات معهم. مدبولي أضاف أن هذه التسويات ستتم بالتوازن بين الحفاظ على حق الدولة وحل مشكلة المستثمرين بشكل ودي دون اللجوء إلى القضاء، وأشار إلى أن كل تسوية تحتاج لقواعد خاصة، وهو ما يعني عدم إمكانية وضع قواعد عامة يتم التسوية بناء عليها مع كافة الشركات العقارية التي لديها مشكلات مع الدولة. وأوضح وزير الإسكان أن هناك اجتماعا أسبوعيا للجنة حل مشكلات المستثمرين تناقش مشكلة كل مستثمر على حدة. وننتقل إلى مقر مجلس الوزراء لمتابعة تسجيل المؤتمر الصحفي لوزير الري عقب اجتماعه في لجنة مياه النيل لمناقشة التعديات على نهر النيل. نتابع.